7 ans d'existence. Donc, Batéquipe, c'est un lieu de rencontre. Donc, les entreprises, ils exposent leurs produits, leurs services. Donc, ils se font connaître. معك مبالي جامع مدير معرض البناء والتجهيز اللي كيتقام كل عام في اكادير. اليوم كان واحد اجتماع مهم في الولايه ديال اكادير، كان جميع حاضرين من الجهه، من البلديه، من غرفه الصناعه والخدمات، من السلطات، مشكورين كاملين على الحضور ديالهم. تطرقنا خلال هذا الاجتماع الى الجديد في هذا المعرض اللي ان شاء الله اللي غادي يتقام بين 1 حتى 4 مارس ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك هذا المعرض غادي يعرف ان شاء الله واحد التوافد ديال عده شركات اللي كيمثلوا 6 دول، وغادي يكون جديد هو شركات من كوريا الجنوبيه، وكذلك من البرتغال، وكذلك بين هذا المعرض ان شاء الله غادي يكون طيله 4 ايام غادي يعرف عده ورشات تكوينيه، وغادي يعرف وغتكون بشرى لمدينه اكادير اللي كتعرف عده اشغال والحمد لله اللي شونتي كثير تبارك الله. دونك هذا غادي يزيد يربط واحد الروابط بين الفاعلين ديال الاقتصاديين وكذلك المستثمرين في الميدان، وغادي يكون احتكاك بين الناس اللي كاينين في ديال جهات سوسماسه وكذلك الجهات الجنوب ديال المغرب، وغادي يكون احتكاك بينه وبين الناس ديال اللي جايين من برا خارج مدينه اكادير. هذا المعرض ماشي فقط موجه غير العارضين، راه موجه كذلك للندوات العلميه اللي غادي يكون فيه خبراء، وغادي يكونوا فيهم الناس اللي كيشتغلوا في الميدان من اساتذه جامعيين، وكذلك من اطر كبرى في اللي كيخدموا في الادارات، باش يكون واحد تبادل معارف وتبادل خبرات. وشكرا.